بسم الله نبدأ وبه نستعين ومنه دوما نطلب التوفيق والسداد والنجاح. مشاهدين الكرام متابعين الأفاضل في كل مكان، أسعد الله صباحكم بكل خير وبركة. نرحب بكم في هذا اليوم الجمعة، اليوم المبارك الموافق للسادس عشر من فبراير لعام 2017، من هنا من أرضية ميدان الشحانية لهذا العام 2018. نتواصل مع منافسات سن الكبار وتحديات 8 كيلومترات. مشاهدينا الكرام، في هذا الأسبوع الثاني ضمن هذا السباق المحلي الثامن نتابع منافسات هذا الصباح، نتابع انطلاقات أشواط ميدان الشحانية في منافسات الكبار وتحديات 8 كيلومترات. على البركة مشاهدينا الكرام، ننطلق مع أول أشواط هذا الصباح ومنافساته القوية. 13 شوطا سوف تكون حاضرة في انطلاقات هذا الصباح الخاصة بسن الثنايا. على البركة مشاهدينا الكرام، ينطلق أول أشواطنا في هذه المنافسات وهذه التحديات الكبيرة لرياضتنا العربية الأصيلة مع انطلاقة الصباح وهذه الأجواء الضبابية. نتابع منافسات هذا الشوط الأول، نبدأ بالبداية والصدارة. نتابع أول المراكز وأول المنطلقين، هنا كواكب ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند، هنا من يبدأ بالبداية. شعار الخور هنا الحاضر مع أول أشواط هذا الصباح، بينما أتابع ثاني المراكز شواهين هنا القادمة والمتواجدة مع ثاني المراكز مسفر بن فلاح بن مسفر بن فلاح الجربوعي، بينما ثالث الأسماء أتابع مثايل هنا القادمة مع ثالث المراكز لخليفة بن عبد الله بن حمد العطية، بينما رابع الأسماء هنا القادمة نوف محمد بن ناصر بن محمد الشنجل هنا يتواجد ينطلق مع رابع المراكز، بينما خامس الأسماء هنا الضبية لجابر بن راشد بن محمد الخيارين. هكذا النداء متابعين الكرام لمراكزنا الخمس الأولى المنطلقة في هذا الشوط. الله يا الأسماء، الله يا الاندفاع، الله يا التحدي الأول. مشاهدينا الكرام، مع هذه الأشواط، مع تحديات الكبار، مع منافسات 8 كيلومترات، أول الأشواط، أول التحديات، الله هي البداية. أعود وأتابع الصدارة، كواكب هنا مع البداية تنطلق وتقود أيضا الصدارة في هذه اللحظات لناصر بن عبد الله بن أحمد المسند هنا مع البداية والصدارة، بينما ثاني المراكز أتابع مثايل القادمة والمتواجدة مع ثاني المراكز خليفة بن عبد الله بن حمد العطية هنا يتواجد ينطلق ويقدم مثايل مع هذا الشوط الأول، مع أقوى أشواط الأبكار الثنايا في هذا الشوط. هناك من الجانب الآخر أتابع مشاهدينا الكرام شواهين مسفر بن فلاح من مسفر بن فلاح الجربوعي، ولكن الله يا القادمة. أتابع من الجانب الآخر هناك الضبية تصل تنطلق مشاهدين الكرام لجابر بن راشد بن محمد الخيارين هنا القادم والمتواجد مع رابع المراكز وخامس الأسماء، هنا تقدم وتواجد. الله أتابع نوف محمد بن ناصر بن محمد بن ناصر الشنجل، خماسية البداية، خماسية الانطلاق. مشاهدينا الكرام تتابعونها عبر هذه اللحظات، عبر انطلاقة أيضا أول الأشواط هنا في الكادر الأعلى مشاهدينا الكرام لقناة الريان. اندفاع ممتاز، الكل قادم وباحث عن ناموس أول الأشواط، ولكن الأمور هناك مع الصدارة. كواكب هناك تواكب الموقف، تواكب التقدم والصدارة، كواكب هناك. شعار أيضا المسند، من يتقدم مشاهدينا
مشاهدينا الكرام هناك مع البداية ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند هنا مع البداية والصدارة، ولكن نوف هنا أيضا القادم هنا أيضا شعار الشنجل يتقدم مشاهدينا الكرام هنا مع ثاني المراكز مع تواجد نوف محمد بن ناصر بن محمد بن ناصر الشنجل، هنا من يقدم نوف هنا مع انطلاقة البداية مع تحديات أول الأشواط، ولكن شواهين أتابعها أيضا تراقب الموقف من خلال هذه اللحظات القادمة مع ثالث المراكز شواهين لمسفر بن فلاح بن مسفر بن فلاح الجربوعي هنا تتواجد وتنطلق مع ثالث المراكز، بينما أتابع التقدم من الضبية هنا جابر بن راشد بن محمد الخيارين يتواجد مع هذه اللحظات يقدم الضبية مع رابع المراكز وخامس الأسماء هنا مثايل وشعارك العطية المتواجد مع انطلاقة مثايل خليفة بن عبد الله بن حمد العطية مع خامس المراكز مشاهدين الكرام، الله على هذه الأسماء المندفعة والمنطلقة مع أقوى أشواط الثنايا هنا مع البداية والصدارة، الله 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 أجواء ضبابية مشاهدينا الكرام هنا مع أيضا انطلاقة أول الأشواط مع منافسات الشحانية. أعود مشاهدينا الكرام وأتابع الصدارة هناك مع نوف على البداية والصدارة مشاهدينا الكرام، الله يا نوف هناك مع الانطلاق الأول محمد بن ناصر بن محمد بن ناصر الشنجل هنا مع البداية مع انطلاقة نوف على الصدارة، كما أتابع هنا كواكب مع ثاني المراكز ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند هنا أتابع تواجد أيضا انطلاقة كواكب، بينما أتابع ثالث الأسماء هنا شواهين مسفر بن فلاح بن مسفر بن فلاح الجربوعي يتقدم مع هذه اللحظات يقدم شواهين مع ثالث المراكز، بينما أتابع القادمة والمتواجدة مع رابع المراكز هنا الضبية جابر بن راشد بن محمد الخيارين، وأتابع خامسا هنا وأختم بها هذا النداء مثايل لخليفة بن عبد الله بن حمد العطي، ولكن أتابع الأسماء بدأت بالاقتراب الكل قادم في هذه اللحظات مع هذا الشوط الأول الشوط الرئيسي، الله ركز يا الشنجل هناك أتابع نوف وشعار الشنجل من يتقدم من يقود المسيرة في هذه اللحظات، نوف هناك على الصدارة لمحمد بن ناصر بن محمد بن ناصر الشنجل، ركز يا أبو ناصر هناك مع الصدارة والبداية، ولكن التحركات الكل قادم في هذه اللحظات، هنا أتابع تواجد من كواكب ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند القادم مع ثاني المراكز، اتحركت شواهين القادمة مع هذه اللحظات مسفر بن فلاح بن مسفر الجربوعي هنا يتواجد يقدم شواهين مع ثالث المراكز، بينما أتابع رابع الأسماء الضبية هنا أتابع شعار الخيارين يتواجد مع الضبية جابر بن راشد بن محمد الخيارين، وهنا مثايل لخليفة بن عبد الله بن حمد العطية مع خامس المراكز، ولكن أتابع جزلة وأول القادمات في هذه اللحظات جزلة لهجن التحدي تصل مع هذه اللحظات، نتابع أيضا تقدم للأسماء، ولكن أعود إلى البداية أعود إلى الصدارة، الله يا البداية مع نوف مشاهدين الكرام، نوف على الصدارة، أتابع هذا التقدم أتابع هذا الاندفاع الممتاز مشاهدين الكرام من نوف هناك على البداية محمد بن ناصر بن محمد بن ناصر الشنجل هناك على الصدارة، ولكن شواهين قادمة مع ثاني المراكز مسفر بن فلاح بن مسفر بن فلاح الجربوعي هنا يتقدم مع هذه اللحظات، وهناك
لكن من الجانب الآخر الضبية قادمة في هذه اللحظات، جابر بن راشد بن محمد الخيارين، الله الأسماء الله الأسماء، وتابع هذا التقدم وهذا الاندفاع مشاهدين الكرام، ولكن وتابع أيضا هجن التحدي، تصل مع هذه اللحظات، هنا جزلة قادمة مع ثالث المراكز لهجن التحدي، وهنا مثايل أيضا بشعارك العطية تصل مع هذه اللحظات، خليفة بن عبد الله بن حمد العطية، ولكن تقدم من شودة، وصلت شودة في هذه اللحظات، أول أيضا هنا أول النداء هنا مع شودة، من تصل من تتقدم لعبد العزيز بن جاسم بن ربيعة بن عيسى الكواري، ينضم في هذه اللحظات هناك مع التحدي مع الصدارة، ولكن الله يا نوف هناك على البداية، نوف على الصدارة مشاهدينا الكرام، 3 كيلومترات ما تبقى عن خط النهاية، ما تبقى عن ناموس الشوط الأول، هناك نوف على الصدارة، محمد بن ناصر بن محمد بن ناصر الشنجل هنا على البداية، بينما أتابع جزلة قادمة في هذه اللحظات لهجن التحدي بهذه النجمة، هنا تتقدم مع هذه اللحظات جزلة القادمة، ولكن مثايل هنا تصل مع ثالث المراكز خليفة بن عبد الله بن حمد العطية، ومن الجانب الآخر عادت الضبية جابر بن راشد بن محمد الخيارين، ولكن الاسم القادم تصل في هذه اللحظات مشاهدين الكرام، وصلت الواصلة علي بن محمد بن حمد بن قريع المري، يصل مع الواصلة في هذه اللحظات، ينضم في هذه اللحظات لمنافسات البداية لتحديات الكبار، ولكن الله الصدارة، الشوط الأول هناك بقيادة نوف، بانطلاقة نوف، بتحدي نوف هناك على الصدارة، الله محمد بن ناصر بن محمد بن ناصر الشنجل هناك مع نوف، من ينطلق بالبداية، من يتابع هذا الاندفاع الممتاز، ولكن جزلة تصل هنا، تنطلق مع ثاني المراكز لهجن التحدي، الواصلة تصل هناك من الجانب الآخر علي بن محمد بن حمد بن قريع المري، ولكن تحركت مثايل القادمة مع هذه اللحظات مشاهدين الكرام، الغزيل عبد العزيز بن جابر بن علي الحنزاب يصل في هذه اللحظات، الله الأسماء، ولكن طارن الثنايا مع الشوط الأول، مع الشوط الرئيسي غير بن حنزاب، انطلق مع الصدارة، الغزيل هنا مع الصدارة، غادرت وانطلقت، اخترقت الجموع، بينما عادت نوف مشاهدينا الكرام، الله 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 يا نوف، هنا شعارك الشنجل ينطلق بالبداية والصدارة، وهناك مثايل أيضا شعار العطية قادم مع هذه اللحظات، مع اللحظات الحاسمة، ولكن الله نوف على الصدارة، مثايل في الملاحقة، ولكن الشنجل مع الصدارة يغادر بالشوط الرئيسي، ينطلق بالبداية، هناك مثايل خليفة بن عبد الله بن حمد العطية مع المحاولات إلى خيرة، ولكن نوف ومثايل انطلاق مشاهدين الكرام هنا مع اللحظات الأخيرة، ولكن نوف مثايل ونوف الشنجل هنا مع البداية يقدم شعاره مع نوف هنا من تظهر بناموس الشوط الأول، انطلقت نوف مشاهدينا الكرام لمحمد بن ناصر بن محمد بن ناصر الشنجل مع الشوط الأول، الشوط الرئيسي هنا يسجل مع نوف، تهانينا والناموس لك يا ابو ناصر على هذا الفوز، تهانينا والناموس لمحمد بن ناصر بن محمد بن ناصر الشنجل، بينما ثاني المراكز وصلت مثايل لخليفة بن عبد الله بن حمد العطية، وثالث المراكز ترهونة لحمد بن ناصر بن سالم آل حفيظ المري، بينما رابع المراكز كان الوصول من الضبية جابر بن راشد بن محمد الخيارين، وخامس المراكز وصلت هيبة محمد بن راشد بن جابر بن حمد بن مسعود، هكذا كانت النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام لأول الأشواط لشوطنا الرئيسي، أتت نوف لتنتزع ناموس هذا الشوط، نهني مالكها على هذا الفوز محمد بن ناصر بن محمد بن ناصر الشنجل، 12 دقيقة 40 ثانية 7 أجزاء من الثانية توقيت نوف، تهانينا والناموس لمحمد بن ناصر
الشنجل على هذا الفوز، بينما وصلت في ثاني المراكز مثايل ب 12 دقيقة 42 ثانية. بالوفاء والتمام تهانينا والناموس لخليفة بن عبد الله بن حمد العطية، بينما ثالث المراكز وصلت ترهونة ب 12 دقيقة 43 ثانية، سبع أجزاء من الثانية. نهني أيضا مالك ترهونة حمد بن ناصر بن سالم آل حفيظ المري، تهانينا والناموس للجميع.